حول صيانة شبكة طرق يال سيدات السادة النواب المحترمين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيد السادة النواب المحترمون. بالنظر للدور الريادي الذي تشغله الشبكة الطرقية في تعزيز يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هناك مشاكل، هناك احتياجات تتمثل في ضعف يعني الشبكة الطرقية وترديها وتدهور ديالها. هناك كذلك استكمال وإنجاز مشاريع طرق يعني انطلقت وأخرى مبرمجة. في هذا الإطار يعني أسألكم السيد الوزير المحترم عن المجهود التي قامت بها الحكومة والتي ستقوم بها في إطار يعني إنجاح أو النهوض بالشبكة الطرقية، وكذا يعني مدى إسهام الصندوق الخاص بالتمويل يعني الصندوق يعني الصندوق الخاص بتمويل الطرق. إذا هنا السيد الوزير نسألكم عن يعني الاستراتيجية المتبعة وبالتالي المسطرة التي تعين اتخاذها في صرف وتوظيف الأموال المرصودة في هذا الصندوق، وشكرا. شكرا لكم. كلمة السيد الوزير، تفضلوا. مشكورين. السيد الرئيس، أشكر الفريق المحترم السيد النائب المحترم على هذا السؤال والأهمية ديالو سبقت تحدثت عليه، ولكن هذه مناسبة نذكر بواحد المقاربة الجديدة. المقاربة الجديدة وهو أنه لما لاحظنا أنه يعني جودة الطرق تراجعت بعشر نقاط في ظرف عشر سنوات، حتى عندنا تقريبا الآن 50% الطرق اللي هي جيدة أو حسنة، في حين الباقي أنه في ظروف سيئة، مشينا في الاتجاه أننا نزيد المداخيل بالنسبة للصندوق يعني باش يمكن لنا نواجه هذه المعضلة ديال الصيانة الطرقية، صيانة يعني الطرق يعني السريعة، الطرق الوطنية الجهوية الإقليمية. هذا بالإضافة للبرنامج العام الطرقي ما تذكرش عليه، لكن نتكلم على الطرق اللي هذه مسؤولية ديالنا. لذلك هذه البرمجة ديال هذه السنة باش نعطيكم ديال 2013 2000 كيلومتر اللي غتكون الصيانة ديالها، منها 524 كيلومتر اللي غتكون التوسيع ديالها. ومشينا للمحاور، الآن كنوجدوا الإمكانية المالية باش نمشيو للمحاور الرئيسية، مثل المحور اللي كيمشي للجنوب، الطريق الوطني كيمشي للجنوب، يعني هذه يعطينا أهمية، مثل الطريق اللي كتمشي من مراكش إلى ورزة تعطيناها أهمية، مثل الطرق اللي كدوز من تادلا أزيلال وكتمشي للخنيفرة فاست يعني يعطيناها أهمية، نظرا للأهمية الاقتصادية ونظرا أيضا للحاجة لهذه المناطق، ونظرا لأن هذه المناطق ما عندهاش وسائل نقل أخرى من غير النقل الطرقي، فتعطينا أهمية بطبيعة الحال لهذه المناطق وزدنا في الإمكانيات. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن واحد العدد ديال المشاريع كندخلوا فيها بشراكة، وبالمناسبة بهذا المنبر كنشكر واحد العدد ديال المجالس الجهوية والإقليمية وجماعات اللي أحسوا بالأهمية ديال أنهم ينخرطوا حتى في الشراكة فيما يتعلق بالصيانة الطرقية، نظرا للدور اللي كتقوم بها الطرق على مستوى، وبالتالي هذا واحد المقاربة جديدة. الأمر الأخير وهو أنه سابقا كنا كنديروا طلب عروض سنوي، كنديروا طلب عروض كتجي الشركة كتخدم عاوتاني السنة المقبلة، الآن كنوجدوا غنديروا طلب عروض ديال ما يسمى بالصفقة الإطار، المارشي كادر، غنعطيو لمدة 5 سنوات. الشركة اللي كتفوز بالصفقة كيمكن لها توظف، كيمكن لها تشري آليات، كيمكن لها تسلف، كيمكن لها تدير تقنيات جديدة، لأن عندها 5 سنوات، ولكن ملي عندها سنة يلاه كتقضي والسلام. وبالتالي هناك مقاربة ديال الشراكة مع القطاع الخاص باش الصفقة تكون صفقة ديال الإطار وليست فقط صفقة يعني ديال حين بحين اللي ما كيأديش إلى الغرض ديالو، باش يمكننا تكون عندنا جودة ديال الصيانة ديال الطرقات. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم، تفضلوا. السيد الوزير، على هذه الإيضاحات وهذه المجهودات المبذولة من طرف الوزارة ديالكم، ولكن سيد الوزير أنا هناك بعض المشاكل المطروحة. أولا في البداية بغيت نشكركم على المجهودات التي تبذلها فيما يتعلق بالطريق اللي قلتوا ديال مراكش ورزازات، هناك دراسات وبفضل الإطار باش تاخذوا بالاعتبار الأولوية، سيما الحركة المكتفة اللي كتعرفها الطريق ما بين مراكش وأيتورير. كذلك تنوه بالأعمال ديالكم فيما يتعلق بالنفق ديال استفاض ما ورزازات، نظر الدور ديالو الريادي والاقتصادي اللي غادي ما بين يعني سيما ورزازات وتنغير وما جاور يعني الجهة أخرى. هنا في هذا الإطار كذلك السيد الوزير، وبغيت نلتمس منكم فيما يتعلق بالطريق الجهوية 203 الرابطة ما بين مراكش وتحنوت وكذلك إلى تالودان، فيما يتعلق بالطريق يعني اللي هي فيها الجهة والتجهيز
والمجلس الاقليمي وكذلك الصندوق التضامن الاقليمي. بغيت في هذا الاطار في اطار المرونه توجد التعليمات ديالكم، لان السيد عامل صاحب العراقي من الحوز بذل مجهود كبير مع المستثمر في الحصه اللي مطلوبه، والان راه موجوده هذه الحصه. بغيت باش يعني تكون انطلق الشطر الاول في هذا الاطار هذا. بغيت نشير كذلك فيما يتعلق ببعض الطرق 2009 اللي هي الان اشغال جاريه، مشكوره الوزاره في هذا الاطار هذا. بغيت تتم ديالها الى امزميز، وكذلك 2016 و2017 والطريق كذلك 210 اللي رابطه بين مراكش عبر اقليم الحوز ودمنات. بغيت منكم سيد الوزير في هذا الاطار هذا كيفاش تضف هذه الارصده الماليه المتوفره في هذا الصندوق، وبالتالي يكون الاداء الحكومي في المستوى المطلوب. بغيت كذلك سيد الوزير نستغل هذه الفرصه باش نطالب فيما يتعلق بالطريق اللي هي عبر الركاد اما يسمى بزربه اللي جايه من تساوت واقليم الحوز مراكش، اللي عبر مثلا 120 كيلومتر كتعرف واحد المجموعه ديال المشاكل تبع الوزاره في العاب باش ترجع وزاره التجهيز. شكرا كلمة لكم السيد الوزير الدار التعقيب، تفضلوا. نطلب من السيد النائب المحترم باش يعطيني هاد الارقام ديال الطرق، لان باش نشوفوا يعني واش داخله في البرامج ولا في البرامج المستقبليه، باش يمكن وكيمكن لي نقول لكم اليوم ايضا واحد العدد ديال النواب المنتخبين تكلموا على هاد المقاطع، فاذا كاين واحد النوع من الاجماع ديال واحد العدد ديال المنتخبين. يمكن لي نقول مره من هذا المنبر كنهني واحد العدد الجمعيات، بالمناسبه واحد المجتمع المدني الان كيتطور في البلاد ديالنا اللي هو سميتو المجتمع المدني التنموي، بمعنى مجتمع مدني كيمشي للطرقان، كيمشي للمدارس، كيمشي للمستشفيات، كيمشي للتعاونيات الانتاجيه. كنعتقد الان كاين واحد المخاطب باش يمكن نديروا مع شراكات، وبدات واحد العدد ديال الشراكات. الامر الثاني واحد العدد المستثمرين، من هذا المنبر كنشكرهم اللي كيستثمروا وكيساهموا ايضا، كيحطوا شويه ديال الفلوس باش يمكننا نديروا الصيانه.